أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قنوات أون تايم وصورة في كل مكان. حلقة جديدة مع حضراتكم من برنامجكم أخبار أون تايم، إن شاء الله حلقة تنال إعجابكم بالروح ونسعى فيها لكل الكواليس سواء من المحلية أو العالمية، بالتأكيد كواليس الخاصة بالسوبر المصري اللي هيكون في الإمارات العربية الشقيقة للأهلي والزمالك، الزمالك والأهلي وكل الكواليس دي هتكون معاكم في حلقتنا النهارده ان شاء الله. ده كله تحت شعار زي ما كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس بالتاكيد هي اللي بتجمعهم الا وهي الرياضه. خلينا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم في بدايه كل حلقتنا نستعرض اهم وابرز عناوين حلقتنا النهارده. بطل المصريه جنى خميس تتاهل لنصف نهائي بطوله العالم للكاراتيه في تركيا. الأهلي والزمالك يواصلان استعداداتهما لمباراة السوبر. في الدوري فاركو يواجه حرس الحدود في ختام مباريات الأسبوع الثاني للدوري العام المصري. وعالميا الليلة مواجهات حاسمة في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. من العناوين خلينا نروح لتفاصيل حلقتنا النهارده وتحديدا اخبارنا المحليه والالعاب الاخرى. نبدأ أخبارنا مع لعبنا الأخرى مع لعبة الكاراتيه وإنجاز جديد للعبة الكاراتيه حققته بطلتنا جنى خميس النهاردة. نجحت جنى في لعبة منتخبنا الوطن المصري في التأهل لمنافسات الدور قبل النهائي من منافسات الكاتا لبطولة العالم اللي بتقام بتركيا وتستمر حتى 31 من أكتوبر الجاري، وبيترأس بعثة منتخبنا المصري الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري ويرافقه سيد النصر نائب رئيس الاتحاد ومحمد الحسيني وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخب وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد. ومن الكاراتيه هنروح لتنس الطاولة، وبستنى في اليوم ومنافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة واللي تقام على استاد القاهرة، حيث تقام مباريات الأدوار الإقصائية للمنافسات تحت 11 و15 و19 عام للأنيسات واستكمال لباقي المباريات حتى النهائيات، وتحصل الفرق على راحة غدا من المنافسات على أن تقام يوم الجمعة منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور ال16. نروح للكرة الشاطئية، والساعة 2 انطلقت مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام المنتخب المغربي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة حاليا في موزمبيق، وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية في وصافة المجموعة الثانية خلف للمنتخب السنغالي ومتفوقا على منتخب أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على ملاوي وموزمبيق، وحسم الفراعنة التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 أهداف لهدفين في المباراة الثالثة بدور المجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى، وخسر من المنتخب السنغالي في الجولة الثانية 4-6 قبل أن يعود ويهدم المنتخب الأوغندي في الجولة الثالثة والأخيرة. دي كانت الجولة السريعة في أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى، خلينا نروح لكواليس كرة القدم الساحرة المستديرة.
خلينا كده نستعرض النهارده اهم وابرز مباريات اليوم من الدوري الممتاز المصري. النهارده هتقام مباراه وحيده هتجمع ما بين كل من نادي فاركو ونادي حرس الحدود في ختام مباريات الجوله الثانيه للدوري، والمباراه هتكون في الساعه 5 مساء على استاد الاسكندريه، وتذاع بالتاكيد لحضراتكم على شاشاتنا قناه اون تايم سبورتس 1، واكيد الاستوديو التحليلي الممتع بيبقى مع هذه المباراة. هتكون قوية لأن كل فريق هيكون عنده رغبة في تحقيق الفوز الأول ليه في مسابقة الدوري، سواء فاركو اللي تعادل مع مباراة الأولى مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما، أو في الجولة الأولى أيضا لحرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز اللي خسر بثنائية نظيفة أمام فريق فيوتشر في افتتاحية مشواره في بطولة الدوري. الطموح موجود عند الفرقتين بالتأكيد عشان يقدروا أن هم يحسموا لقاء اليوم، والاثنين طبعا يعني شقيقين في الاسكندريه، فهتبقى مباراه ديربي خاص ما بين فاركو وحرس الحدود. كمان هيدير المباراه النهارده تحكيميا كل من مصطفى عثمان حكم ساحه، ويعاونه كل من احمد الكيال ونور سعيد وحكم رابع محمد الغازي، وعلى تقنيه الفار سيد شعبان ويعاونه شريف عبد الله. حته التحكيم والتطوير اللي حاصل الخاص بكليتنبرج، انا يعني التجربة من نهاية الموسم حتى هذه اللحظة أنا بقول إن في فرصة اللي احنا نشوف كورة. الصفارة بقت يعني ما بتطلعش بسهولة، وأصبح إن في الشانس وتحت الفرصة، وكل اللعب اللي احنا بنقول عليه بنشوفه في الدوريات الأوروبية الرجولي شويتين بقى متواجد في الملاعب المصرية، بقى ما بقاش في وقت مهدر كتير قوي في إصابات أو في لعيب في فاول ما احتسبش أو احتسب. بجد هناك فرق، وده مش بس بيطور من شكل وأداء الحكام، ده كمان يعني عايز أقول لكم أن بيطور الكرة، بيطور ثقافة اللاعب كمان أنه هو يلعب بجدية ورجولة، ومبقاش مسألة أنه هو بقى فيه مش عايز أقول تمثيل أو سيمينيشن أو أي من التحايل اللي بيتم على الحكام في أي مباراة. اللاعب هيبقى فيه رجولي، اللي هو هيبقى أداؤه ورتمه أسرع كتير، ده بينتقل للاعبين نفسهم، وبالتالي هينتقل ليه في النهاية الفرق والأندية، ومن ثم في النهاية منتخبنا الوطني أكيد هيبقى فيه ثقافة مختلفة للاعب اللي بيلعب في الدوري المصري اللي هينضم للمنتخب، بيلعب بشكل قوي، بيلعب على الكرة. صفارة الحكم آخر حاجة بيفكر فيها هو أداؤه، هو اللي بيخليه يوصل لمرمى المنافس، ودي بقولها وتهيألي الجميع دلوقتي أصبح مدركها بشكل كبير وملاحظها. خلينا كمان نروح من مباراة النهاردة بالتأكيد، خلينا نروح بقى للكواليس اللي كلنا مستنيينها وهنتابعها وهنشوف لها أكبر الاستوديوهات التحليلية على قناتكم قناة أون تايم سبورت. هنروح معاكم في كواليس، هنبقى لحظة بلحظة هناك في الإمارات الشقيقة لنقل كل الكواليس الخاصة بلقاء السوبر الأهلي والزمالك. قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بيجتمع طبعا ما بين البيج ما بين الفريقين كل من الأهلي والزمالك يوم الجمعة إن شاء الله المقبلة على ملعب هزاع بن زايد الساعة 7 مساء. النهاردة فريق النادي الأهلي هيخوض أول مران ليه في الإمارات، أو تحديدا في مدينة العين الإماراتية، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري ضد نادي الزمالك في المباراة اللي بيسعى خلالها الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري كولر لتقديم عرض بالتأكيد يكون قوي لحصد لقب السوبر المصري، واللي هو بالتأكيد غايب عن دولاب القلعة الحمراء من آخر نسخة. ويمكن بالأمس كمان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر انتهى من برنامج التحضير لمواجهة نادي الزمالك من حيث النواحي الفنية، قدام حضراتكم من لقطات فريق النادي الأهلي في مطار القاهرة وفي اتجاه لدولة الإمارات العربية الشقيقة. وكمان بيأكد كولر على الجرعات التدريبية اللي عاوز اللاعبين يخضعوا ليها، وزي ما احنا عارفين الجهاز الفني أكيد عايز يوصل أو يوصل العروض القوية، يواصل استمرارها مع النادي الأهلي تحت قيادة كولر بعد الفوز في المباراة الأربع الماضية، سواء ضد الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا وإيابا، وفي دور 32 طبعا بدوري أبطال إفريقيا، وعلى نادي الإسماعيلي وأسوان في مسابقة الدوري الممتاز المصري. وخلاص بقى زي ما احنا حضراتكم عارفين النادي الأهلي هيخوض مباراة السوبر بدون أليو ديانج، ودي كانت صاعقة لكل متابعي النادي الأهلي اللي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في ضربة قوية لخط وسط النادي الأهلي في المباراة الكبيرة دي اللي بيحكم السيطرة بشكل كبير جدا لأي من الفريقين.
بيبقى خط الوسط. خط الوسط هو معامل كبير جدا في المباريات الكبيره دي. لقطات قدام حضراتكم وصول البعثه، واحنا جينا معاكم من مطار القاهره حتى وصولا لمطار دبي في الامارات. كمان لسه بيفاضل السويسري كولر المدير الفني للنادي الاهلي بين الثنائي محمد شريف وشادي حسين لقياده هجوم الفريق الاحمر في المباراه المرتقبه امام نادي الزمالك بالسوبر المحلي، للدفع بواحد ما بين الاثنين طبعا لقياده هجوم النادي الاهلي بالتشكيل الاساسي. بيحاول كولر اختيار شريف او شادي حسين في التشكيل الاساسي لقياده هجوم الاهلي وفقا لامكانيات الثنائي والاستقرار على الاكثر التزاما بتنفيذ فكره واسلوب لعبه والتعاون مع باقي زملائه والتركيز امام مرمى المنافس. ده طبعا يعني شفناه في مباريات الدوري الاخيره، الدفع بالثنائي على فترات مختلفه ما بين المباريات وما فيش واحد فيهم حجز مكان اساسي لسه على حساب الاخر من وجهه نظر كولر، مش بس من وجهه نظر المتابعين للنادي الاهلي او محبي النادي الاهلي. لسه مع اخبار النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حرص على التواصل مع اللاعبين لتحفيزهم وحثهم على الفوز، وقال لهم كمان عوضوا خساره البطوله بالفوز على نادي الزمالك في المباراه المقبله، وبينتظر جماهير النادي الاهلي بالتاكيد مباراه الزمالك بحثا عن تحقيق لقب لعوده الفريق لمنصات التتويج من جديد، خاصه وان اخر اربع بطولات شهدت خساره المارد الاحمر بدءا من السوبر الماضي امام الطلائع ومرورا بخسائر دوري ابطال افريقيا امام الوداد وخساره لقبي الدوري والكاس لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك. كمان عرفنا في هنا في اخبار اون تايم ان مجلس اداره النادي الاهلي رصد مكافئات قويه جدا ومجزيه للاعبين لو نجحوا في الفوز على نادي الزمالك وحصد لقب السوبر، اللي يمكن زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم الجماهير المتواجده في الامارات العربيه الشقيقه بتؤازر بشكل كبير جدا النادي الاهلي ووصوله لدبي، ودي لقطات يعني طبعا المصريين اللي في الغربه بيبقوا متشوقين جدا كل واحد منهم حسب انتمائه للفريق بتاعه انه يشوفه، وبيبقى تشجيع غير عادي بصراحه، بيبقى مباراه ممتعه جدا للمتواجدين فيها. خلينا بقى ننتقل من ملف النادي الاهلي اللي قدام حضراتكم متابعناه بكل حذافيره من سفرهم حتى وصولهم، خلينا نروح للقلعه البيضاء اخبار نادي الزمالك اللي بيواصل الاستعدادات ايضا بمنتهى القوه لمباراه النادي الاهلي في السوبر اللي هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله. طبعا بعد ما وصل بالامس والاخر الى الامارات البرتغالي، طبعا فيريرا المدير الفني عمل على تدريب خفيف كان في نوع من التدريبات الاستشفائيه للاعبين، والنهارده الفريق هيخوض تدريبات على فترتين، ويمكن من اهم الحاجات اللي بيتميز فيريرا في ان يهتم بيها دايما هي التفاصيل الصغيره جدا. عشان كده المدرب البرتغالي المخضرم قرر تخصيص فقره تدريبيه للاعبين على تسديد رغلات الترجيح، طبعا اللي وارد جدا في المباراه تمشي بالتعادل الى نهايتها حتى اللجوء الى رغلات الترجيح. بالتاكيد نادي الزمالك عايز يحافظ على سلسله التتويج بالبطولات الى التتويج بها مؤخرا طبعا على راسها بطوله الدوري وكمان كاس مصر، والزمالك كمان بيخوض المباراه دي وهو بيفتقد عنصرين مهمين جدا وهم محمود الونش وسنغالي ابراهيم نضاي بسبب الاصابه، ويمكن من مسلوسي قام شويه بدور الونش شويه في المباراتين السابقتين للدوري، وكان يعني بشكل كبير جدا اداؤه مقنع لفيريرا في هذا الوضع او في قلب دفاع نادي الزمالك اللي مش هيحتاج كتير يفكر. يمكن ده اللي كان بيتكلم فيه فيريرا قبل الموسم، ان هو الصفقات او اللعيبه اللي معاه الميزه المتواجده فيها ان هو يقدر يعمل لها روتيشن او تدوير في البوزيشن الاماكن بتاعتهم، يعني كل واحد ممكن يكون ليه مكان واتنين يقدر يلعب فيه سواء بقى في خط دفاع، خط الوسط، خط الوسط المدافع او خط الوسط الهجوم، كل ده مميزات بتبقى في اللاعبين المفروض يتميزوا بيها سواء في فرقتين الكبار زي الاهلي والزمالك، وده اللي كان بيشتغل عليه نادي الزمالك في انتقائه لحتى صفقاته الجديده. يمكن من وفره كمان العديده في خط هجوم نادي الزمالك في الموسم ده حاجه ايجابيه لفيريرا في الموسم ان يبتدي بيه معاه اكتر من بديل، ده اللي اكده الجهاز الفني اللي بيفكر بشكل مستمر في تشكيل نادي الزمالك هيظهر بيه امام النادي الاهلي يوم الجمعه القادمه في مباراه السوبر، وبنسبه كبيره هيكون التونسي سيف الدين الجزيري هو الاقرب لقياده هجوم نادي الزمالك في مباراه السوبر امام النادي الاهلي بعد المستوى الجيد اللي ظهر عليه في المباراه الاخيره للفريق امام سيراميكا كيلوباترا واحرازه الهدف الاول الذي فتح باب
المباراة لنادي الزمالك، وكمان حاتم الاحتفاظ بتبديل قوي للزمالك في المباراة وهو سامسون طبعا اللي يمكن نزل وقدر ان هو في اول ظهور ليه بعد ربع ساعة ان هو يحرز هدف كان ولا اروع ليبعت رسالة لفيريرا ومتابعي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك شهادة اعتماد لي عليه بالتأكيد. ده كان وقت او حاجة محيرة لفيريرا ان هو يبقى عنده اثنين عندهم المقدرة التهديفية السريعة، بالتأكيد ده النقطة مهمة جدا. طيب نقطة فنية بالتأكيد، خلينا نتحور فنيا مع الكابتن أحمد المجدي نجم نادي الزمالك السابق. أهلا بك طبعا كابتن وسعداء بوجودك معنا. حبيبي يا فتح الله، ازيك اخبارك ايه؟ طمنا عليك كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله رب العالمين. شايف المباراة ازاي في معطيات قوية جدا، صفقات وأجهزة فنية بتعرف تقرا مباريات، جهاز فني جديد للنادي الأهلي محتاج انه يثبت ذاته ومفروض انه هو كمان حابب انه يعود مره تانية بالنادي الاهلي لمنصات التتويج. نادي الزمالك اللي عنده صحوه قويه جدا بفوز بدوري تاني مره على التوالي وكاس مصر وايضا تدعيمات قويه في صفوف كلا الفريقين. تقييم حضرتك لمباراه السوبر المصري الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي؟ والله دايما انت عارف ماتشات الاهلي والزمالك خارج التقييم صعب جدا انت تتكهن، خارج التوقع ماشي لكن التقييم بالتاكيد نقدر نقيم، اكيد نقدر نقيم لكن في الاخر الاسباب ما بقاش بسبب التقييم او المكسب ما بقاش بسبب التقييم. صحيح دايما بتبقى فوارق قليله جدا في الماتشات لان زي ما انت قلت الماتشات كلها اللي شغال عليها الفريقين، فريق عنده ثقه كبيره من السنه اللي فاتت واخد الدوري سنتين ورا بعض وواخد كاس وكسبان الاهلي السنه اللي فاتت. النادي الاهلي بقى له فتره بعيد عن البطولات، في مشاكل اداريه وفنيه موجوده بتظهر في الملعب، فاعتقد الضغط اكبر شويه على النادي الاهلي. لكن في الاخر الضغط ده مش معناه ان انت تكسب، الضغط ممكن يبقى الزمالك يستخدم الثقه الزياده على اللزوم دي لصالحه وفي نفس الوقت ممكن يستغلها ضد نفسه اللي هو الثقه الزياده وانت نازل عارف ان انا هكسب والكلام ده كويس. لكن اعتقد ان فريرا يقدر يستخدم الثقه دي كويس جدا 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 ويقدر يعدي المباراه، لكن في الاخر المباراه تفضل فيها الفوارق الفرديه ممكن هي اللي تخلص، يعني اخطاء يقدر يستغلها لعيبه فرديين زي احمد سيد زيزو زي سيد الجزيري زي النار زي الناحيه الثانيه عندك جاد حسين فابيو جاد حسين، فانت في الاخر هي الاخطاء اللي اعتقد ممكن الاخطاء البسيطه هي اللي ممكن تفرق الفريقين عن بعضهم. لو انت عندك فرصه اختيار راس الحربه هنا وراس الحربه هنا في حيره للجهازين الفنيين سواء شاد حسين مع محمد شريف او سيف الدين الجزيري مع سامسون، تختار مين انت شايفه يكون هو الافضل في اللقاءات؟ الى حد كبير جدا بتحتاج خبره اللقاءات دي نفسها لان هي رهبه كبيره جدا للاعبين الجدد اللي ممكن يكونوا اول مره بينضموا لاي لقلة الفريقين وهيلعبوا لقاء قمه، شايف مين اللي ممكن يكون انسب اللي يبتدي بيه سواء كولر او فيرير؟ لا اعتقد الجزيري بقى له الموسم اللي فات عمل ماتشات كويسه جدا هدافين الفرقه، عنده يعني حافظ كويس قوي احمد سيد زيزو وحافظ الناس اللي حواليه وحافظ بقى له فتره بيلعبوا مع بعض كبيره، فاعتقد ولعب قبل كده اهلي وزمالك ودي زي ما احنا عارفين هي بطوله خاصه او بالظبط عنده خبرات. وسامسون من الناحيه الثانيه ممكن يبقى بديل برضه في وقت لعيبه الاهلي تعبت او خلاص المساحات اتفتحت شويه والكلام ده كله يقدر يستغل قوته وسرعته والقوه التهديفيه اللي عنده. الناحيه الثانيه اعتقد شادي حسين اللي موجود يعني هو المهاجم اللي جابه النادي الاهلي، ما عندوش خبره الماتشات لكن في الاخر هيبان بقى ضغط المباريات عامل ازاي وضغط الجماهير والبطولات والكلام ده كله. يعني انت شايف المثلث الهجومي للامام لنادي الزمالك يبقى زي ما عمل في مباراته الاخيره مع سموحه، يكون سيف الدين الجزيري عفوا سيراميكا سيف الدين الجزيري ويكون تحت منه المثلث المقلوب زيزو وامام عاشور؟ لا انا اعتقد ممكن لاعب امام في وسط الملعب زي ما هو يستفيد يعني بيه يخليه في وسط الملعب. تمام قوي جدا في وسط الملعب يعرف يملك الميزان يعرف يملك زيزو يخليه طرف وطرف ونيمار معاه، يعني انا شايف ان هو يبدا بالجزء اللي بدا النهبي السنه اللي فاتت هو ده احسن فريق بالنسبه للزمالك او ادى بالنسبه للزمالك وحفظ طريقه اللعب وحفظ الشغل وحفظ التحولات الهجوميه كويسه على نادي الزمالك. فاعتقد انا لو مباراه الكبيره دي اتفق معاك فيها ان بتحتاج خط نص، عايز انت حد في خط النص يبقى ممتلكه اللي يمتلك خط الوسط في المباراه الكبيره بيقدر هو يعني يحط الكلمه العليا في المباراه ويسيطر عليها. غير كده كمان صفات امام كمان مختلف عن اي حد موجود، يعني بص على كل اللعيبه الموجوده في الاهلي والزمالك بص الملعب هو امام صفاته مختلفه، اللعيب بيكمل جوه منطقه الجزاء بيشوط دفاعيا وهجوميا قوي الاثنين مع بعض، فعنده
اوبشن اعلى من اللعيبه اللي موجوده. مش من وجهه نظري يعني. تحط مين جنب امام عاشور؟ امام زكريا الوردي ولا رؤى ولا اعتقد السيسي؟ رؤى. انا شايف رؤى، عمرو لان السيسي. لان السيسي ممكن يبقى شوط تاني موجود يعني، عمرو السيسي ينزل ممكن برضه كبديل يعني. لان برضه خلي بالك زكريا الوردي متهور شويه، تدخلاته قويه جدا في ماتشات زي دي، ممكن ما فيش بقى يعني، ممكن لما راح طرد يعني مش مباشر عايز تخسر، مش عايز تخسر بالظبط لاعب من لاعبي لعيب الفريق. بالظبط، لازم هو كمان يهدى شويه، ولازم يبقى عارف كويس قوي ان الماتشات زي دي ما فيهاش يعني التدخلات تبقى هاديه شويه، لكن انا اعتقد ان هو يخليه في الخبرات يعني. رؤى لعب قبل كده، وهو امام عاشور يقدروا يعملوا الاثنين مع بعض شغل احسن. يعني يبقى زكريا و وامام عاشور. اوراق لا انا لا شايف رؤى وامام رؤى عاشور. وامام عاشور. تمام، اوكي. زكريا ورستيسي ممكن يستخدموا في وسط شوط تاني حسب ظروف الماتش. المسلوسي بالنسبه لك كان مقنع في انه يبقى مكان للونش في ادائه في الاونه الاخيره بعد غياب الونش؟ هو لعب السنه اللي فاتت نفس الكلام، لان فريرا كان بيلعب ب 3 4 3، فكان عنده نيمار بيعرف يعمل الدور اللي هو اول ما الكره تبقى مع الزمالك بيفتح بقى باك وينج، والمسلوسي سيرت باك يعتبر ثالث اما الهجمه تكون ضد الزمالك، فهو اوريدي لعبها واشتغل فيها كويس، ولو استخدمته كمان كباك ممكن يطلع في بدايه الهجمه او يعمل بيلد اب هتلاقيه موجود. يعني ممكن تشوف حسام، انت عارف رجع تاني، هنشوف حسام في خط دفاع نادي الزمالك ولا هيبقى عليه كما كان متواجد في اخر مباراة؟ لا لا اكيد حسام هيبقى موجود، حسام المسلوسي وعبد وعبد الغني الغني. والمسلوسي في اقرب ثلاثه يعني، وممكن برضه يفاجئنا تلاقي الزناري موجود. الزناري عمل ماتش مش وحش الماتش اللي فات، لكن في الاخر هي خبرات بقى الماتشات دي واستحمال الضغط والكلام ده كله، ده اللي يفرق كتير. طيب اروح بقى معاك للنادي الاهلي، شايف ازاي الاختيار ما بين محمد شريف اللي لعب لقاءات قبل كده اهلي وزمالك، ولا شادي حسين اللي يمكن جاي بقوه جدا وعايز يثبت ذاته مع نادي الاهلي في بدايه مشواره معاه؟ لا انا شايف ان شادي مهاجم اكتر في البوكس يعني، لعيب البوكس حسب بقى طريقه اللعبه تلعب ازاي، عاوز واحد ينزل يشتغل بين الخطوط تلاعب محمد شريف، عاوز واحد يبقى يشتغل اثنين بوكس في البوكس، يبقى موجود في البوكس عشان يعرف يجيب جون. طب لو انت لعبت شريف تحب تلعب تحت منه قفشه؟ الاثنين عندهم كيمستري، عندهم كيمياء مع بعض، عندهم لغه حوار مع بعض، بيعرفوا يلعبوا وان تو مع بعض، لطيف بيوصله. محمد شريف، محمد قفشه بيعرف يشغل شريف كويس قوي، خاصه في المساحات اللي تبقى خلف الدفاعات لو رعب رقم 10 تحديدا قفشه. ده اكيد، لان الزمالك اصلا اوريدي بيلعب بدفاع متقدم، ومحمد شريف اصلا قوته كلها في حته الحركه اللي هي ورا المدافعين، فاعتقد هيبقى مهم جدا لو شريف لعب فعلا قفشه موجود، لان سابيو انا من وجهه نظري سابيو محتاج اصلا اطراف اكتر، لان سابيو مهاريا قوي جدا يعني، واحد ضد واحد كويس جدا، فما ينفعش تحطه في عمق الملعب، لان هيبقى دايما عمق الملعب مقفول، دايما بيبقى زحمه، دايما بيبقى الحاجات فيه ضيقه جدا، فانت صحيح. محتاج واحد ضد واحد تستغلها اطراف. فأنا شايف مثلا ممكن سابي وقفشه و زياد طارق ممكن يبقى من بداية التشكيل، ولا هيبقى ما دايما اعتقدش. لا كولر بيحب يدخله طاهر لو مش كبديل؟ موقوف اعتقد. طيب طاهر لو مين موقوف بقى في غياب اليو ديانج انت شايف ان هو يقدر يبقى سادد الحتة الاكثر منها بيقوم بها ديانج، اللي هو حتة الخط الوسط الدفاع المدافع يعني، يقدر مين ان شايف ان هو لا هو جدير بانه يقوم بالحتة دي؟ السولية قدير انه يشتغلها لوحده؟ هو هيرجع بقى حمدي يعني، حمدي هو كان هيطلع حمدي لفتحي يبقى في النص، في الحته بتاعت حمدي رقم والسلام 6، مع بعض. لان اوريدي اوريدي اه لان اوريدي ديانج كان ده هو اللي بيعمل البيلت اب او بيبدا بدايه الهجمه، فهو حمدي اعتقد ممكن يرجع في الحته دي ويبقى السوليه 8، فهو ما عندوش اوبشن ثالث يعني، ما فيش حد جابه في وسط الملعب يبقى موجود غير الثلاثه دول. لا ما ممكن يفاجئ مثلا يشتغل واحد زي اكرم توفيق ينزله فيها برضه بيعرف يشتغلها كويس برضه، هتبقى عندك ولا مش مشكله هيعمل يعني عارف ايه مغامرة اللي تعمل انت بتلعب في مباراة كبيرة؟ لان خلاص برضو انت ممكن تلاقي ناحيه الشمال احمد سيد زيزو ده حقيقي، مرمي ناحيه الشمال، فانت فانت عايز اوريدي حد يقف عاوز له. حد قوي دفاعيا يعرف صحيح يدافع كويس، صحيح. فانت لا ما هي ريسكها مش لان اوريدي انت عندك السوليه لعيب كبير مش صغير يعني، فيقدر يشيل الحته دي عن السوليه، وحمدي لعب مواد كتير. طيب خلينا بقى في النهاية الجاهزين، سواء كولر او في فيريرا، كلاهما شفناهم في مباراة الدوري عندهم التنظيم الدفاعي، عندهم عدم فتح المساحات الكبيره مع الفرق الكبيره زي ما شفناها في لقاءات نستري مثلا بالنسبه للنادي الاهلي، اللقاءات اللي يمكن كولر، بتكلم عن كولر تحديدا عشان الكل ما شافوش في مباراة كبيره لسه مع النادي الاهلي. شايف كولر مع فيريرا كافه من ترجح في اداره المباريات في وجهة نظرك؟ لا اكيد فريرة طبعا، فيريرا.
في خبرته طبعا طبعا. خبراته وقوته وحفظه للعيبه بتاعته كمان، وبيشتغل بيهم زي الادوات، بيعرف يجيب ده يحط ده وده يحط يشيل ده ويحط ده، صحيح. والمراكز عنده بيعرف يغيرها كويس جدا، وعنده كمان عنده جرأة ان هو يغير اي لعيب في اي وقت. حافظ لعيبته كويس جدا، حافظ طريقه اللعب واشتغل معاهم كتير جدا على الحته دي، وكمان شخصيا يعني الشخصيه بتاعته كمان قويه، واللعيبه كمان في نفس الوقت بتحبه، ف كولر ممكن يبقى قدام شويه، لكن اعتقد ان خبره فريرا ترجح، لكن في الاخر دي ما لهاش دعوه بالكوره يعني، في اوقات في توفيق وعدم توفيق، في ده اوقات بيحاجة كمان حاجة انت فاسدة. النهارده ممكن عادي جدا ما اقدرش اقرا الماتش كويس، اعمل حاجه غلط في التشكيل، اغير تغييره غلط مش مظبوطه، هو هي ده التوفيق عيوب زي ما انت قلت في عيوب البداية، عيوب مباراة الاهلي والزمالك ودائما ابدا، حتى لو في فريق منهم باين جدا انه واقف على رجليه، مفيش مقاييس هو اليوم، للقاءات اليوم الاهلي بتاعك والزمالك. صحيح النهارده ايه؟ اليوم صحيح تحضيرك صحيح. للماتش، تغييراتك، تشكيلك، قرايه المباراه في وقت رسالة من سريعة الاوقات. تحب تقولها للاعبين عن المباراة في دقيقة؟ اتمنى بس الماتش يطلع بروح رياضيه كويسه، اللعيبه كلها في الاخر صحاب، صحيح. واللعيبه كلها مع بعض دايما، دايما بيخرجوا مع بعض وبيجوا مع بعض، وفي الاخر الجمهور بس اتفق معاك يلتزم كابتن احمد. الحياديه، كل واحد يشجع فرقته الكلام ده كله، لكن في الاخر هي في الاخر لازم الماتش يطلع بروح رياضيه. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا، ورساله مهمه جدا كابتن احمد مجدي قالهالنا، ويا ريت فعلا احنا بنعمل عليها دايما وابدا هنا دلوقتي في الدوري، لا للتعصب والاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في مباراه هي باسم مصر في دوله الامارات العربيه الشقيقه. نتمنى العالم العربي كله يتفرج على المباراه. صحيح هي فنيات عاليه جدا وايضا روح رياضيه عاليه جدا ما بين اللاعبين في ارضيه الملعب، وهم اصدقاء في خارج ارضيه الملعب، وايضا الجماهير تستمتع دون تعصب. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل سويا ما تبقى من اخبار معاكم في برنامجكم اخبار اون تايم. اتمنى تبقوا معنا. فجأة الترحاب بكل مشاهدينا مرة تانية، ومكملين أخبارنا مع أخبارنا المحلية، وهنبتدي مع زعيم الفلاحين. مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل أعطى مكافآت إجادة اللاعبي الفريق غزل المحلة كنوع من المكافآت والتقدير بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين في الجولة الثانية للدوري، وأيضا على ظهور الفريق بشكل جيد نال به استحسان وإعجاب الجماهير المحلية اللي بتسعى من جديد لاستعادة فترة الجيل الذهبي وحصد فريق غزل المحلة نقاط أو في أول مباراتين له في بطولة الدوري المصري الممتاز. بالتأكيد عقب الفوز على نادي الإسماعيلي والتعادل مع المقاولة العرب في الجولة الأولى، وتترقب جماهير نادي المحلة مباراة الفريق أمام أسوان ضمن مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد أسوان. من غزل المحله هنروح لنادي الاسماعيلي، وفي اطار محاولات اعاده الاستقرار والهدوء داخل الفريق لنادي الاسماعيلي عقب الخسارتين اللي تعرض لهم الفريق في انطلاق مسابقه الدوري امام النادي الاهلي وامام غزل المحله، عقد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق نادي الاسماعيلي جلسه مع عمر الوحش لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش مرون الفريق بالامس، ويتطلع المدرب الاسباني لعقد اجتماعات مستمره مع كل لاعب عن من اجل تحفيزهم وحسهم على استعادة الثقة وإيقاف إدارة النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد. ونتمنى نشوف الدراويش مرة تانية في إطاره الجيد. شفنا يمكن أداء جيد في بداية أول مباراة ما بين الإسماعيلي ونادي الأهلي، ولكن ده بيبقى حافز مختلف للاعبين إنهم يأدوا بشكل كبير أمام نادي الأهلي أو نادي الزمالك، ونتمنى إن نادي الإسماعيلي يبقى في بداية مشواره في هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي، ما كانش يبقى فيه ازمات اداريه زي منها قالت حسن عبد ربه مجلس اداره. طالبنا كتير ان يبقى فيه هدوء في التعامل في هذا الملف، انت محتاج حد من ابناء النادي يكون متواجد مع الجهاز الفني، ولكن رؤيته الاخيره اللي بشكل او باخر كان لها التاثير السلبي على اداء نادي الاسماعيلي هتحتاج ممكن تبقى عايز تغير مثلا جهاز فني، مين الكادر اللي انت هتجيبه بقى جديد من ابناء نادي الاسماعيلي كثر وكل حاجه، ولكن كنت محتاج يكون معاك كادر متواجد مع الجهاز الفني الحالي عشان يستمر مع قيادة نادي الإسماعيلي. خلينا نروح للنادي المصري البورسعيدي، بيعود يوم الأربعاء القادم للتدريبات مرة تانية بيستأنف تدريباته داخل معسكر المورك ببرج العرب من جديد بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليه لاعبي الفريق لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة إنبي في اللقاء اللي بيجمع بين الفريقين في الخامسة مساء يوم السبت القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري. وعقد الحسيني أبو أمر نائب رئيس النادي المصري جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، ونقل الحسيني
أبو قمر، رسالة خاصة من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري والذي يتواجد خارج البلاد حاليا للاعبين والجهاد الفني، أكد من خلالها على دعم اللاعبين والجهاد الفني خلال الفترة المقبلة. يمكن كمان بداية النادي المصري في مسابقة الدوري لحد دلوقتي لسه مش بالشكل المرضي للفريق، كان في تعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية، ولكن في الدور الأول خسر من سيراميكا بثلاث أهداف للا شيء في الجولة الأولى. فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نستكمل سوا ما تبقى من أخبار مع حضراتكم في أخبار أون تايم، أتمنى أن تبقوا معنا. زي ما بتدوم حضراتكم كل يوم مع أبرز مباريات اليوم، النهاردة هتقام مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمباريات هتكون كالتالي. أول المباريات هتكون كلوب بروج في الساعة 7:15، وإنتر ميلان هيلاقي فيكتور بيلزن في الساعة 7:15، نابولي مع جالاكسي رينجرز أيضا في الساعة 9:00، أياكس مع ليفربول أيضا في 9:00 مساء، أتلتيكو مدريد مع باير ليفركوزن في الساعة 9:00، برشلونة مع باير ميونخ أيضا في 9:00، إنترلخت فرانكفورت هيلاقي مارسيليا في 9:00، توتنهام مع سبورتنج لشبونة 9:00. مباراة النهاردة من مباريات اليوم في دوري الأبطال، خلينا دلوقتي نروح لفقرة أخبار العالم. بدأنا هنبتديها من الصحف الإسبانية اللي ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام لايبزيج بثلاث أهداف لهدفين في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. الصحيفة كمان اهتمت أيضا بفوز إشبيلية على كوبنهاجن ب3-0، وكتبت إشبيلية بيضمن المركز الثالث بفوز ساحق. كمان اهتمت الصحيفة بلقاءات برشلونة ضد بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن، وكتبت برشلونة معجزة أو الدوري الأوروبي. من مانكا هنروح لصحيفة سبورت اللي ركزت أيضا على لقاء برشلونة وبايرن ميونخ في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت لنحلم. الصحيفة كمان اهتمت بهزيمة ريال مدريد أمام لايبزيج، وكتبت ريال مدريد يخسر ولم يضمن المركز الأول. وأخيرا أيضا اهتمت بفوز إشبيلية على كوبنهاجن بثلاثة أهداف للا شيء، ولقاء أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، وكتبت إشبيلية يذهب للدوري الأوروبي وأتلتيكو مدريد حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا. لسه مع الصحف الإسبانية وصحيفة الموندو ديبورتيفو اللي ركزت على لقاء برشلونة وباير ميونخ في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت معجزة أم جحيم. الصحيفة كمان اهتمت بهزيمة ريال مدريد أمام لايبزيج وفوز إشبيلية على كوبنهاجن بثلاثة أهداف للا شيء، ولقاء أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، وكتبت ريال مدريد يخسر وإشبيلية يقصى وأتلتيكو مدريد يلعب من أجل البقاء في المنافسة على التأهل. الصحيفة كمان اهتمت بحوارها مع الألماني بيرد شوتر. كمان الصحف الإسبانية نروح للصحف الإنجليزية وصحيفة ذا صن اللي ركزت على تعادل مانشستر سيتي سلبيا أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وأضعت الجزائري رياض محرز لضربة جزاء، وكتبت أهدر رياض محرز ضربة جزاء أخرى لتمديد لعنة ضربات الجزاء لمانشستر سيتي. الصحيفة كمان اهتمت بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات الجماعية لمانشستر يونايتد، وكتبت رونالدو يعود لمانشستر يونايتد. كمان اهتمت ذا صن بالإسباني أوناي إيميري المدرب الجديد لأستون فيلا. فاصل قصير ومن بعد الفاصل نستكمل آخر فقراتنا وانشطتنا، تبقوا معنا. دايما في فقرتنا وانشوت بنركز اللقطات الإنسانية اللي بيقوم بيها اللاعبين والفرق الرياضية في مختلف الدوريات. بالأمس كان في إحدى مباريات الدوري التمهيدي لكأس مصر جامعة ما بين صيد المحلة وسمنوت. قبل انطلاق المباراة كان في لقطة أكثر من رائعة من لاعبي صيد المحلة بعد ما قاموا بتوجيه رسالة ورسالة دعم تحديدا إلى أحد أطفال المصابين بمرض السرطان، وقام اللاعبين بطباعة التيشيرت عليه صورة الطفل وتحت الصورة عبارة شد حيلك يا بطل هترجع أحسن من الأول. في لقطة هي الأكثر من رائعة بالتأكيد من لاعبي فريق صيد المحلة، ودايما اللقطات اللي زي دي بتسيب اثر نفسي ايجابي جدا عند المصابين، وبنتمنى الشفاء بالتاكيد لمصطفى، وده دور الرياضه وتحديدا كره القدم. الرسائل الانسانيه القويه اللي بنرسل بيها يمكن اكتر من مباراه بتلعب بدعم
لطبعا مصطفى، بالتأكيد كل ده بنتمنى له الشفاء العاجل لمصطفى. بكده نكون خلصت حلقتنا النهاردة، نتمنى نكون نال إعجابكم، نشوفكم حلقة جديدة على خير غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.